السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد للعبة ارك اوميجا. حياك وبياك وحبايب. كبداية ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك وخلينا نبلش مقطعنا. اوكي حبايب، اليوم ان شاء الله في انجاز كبير جدا راح نسويه. طبعا المقطع السابق روضنا الغالي، هذا صار حبايب تايرنت اوميجا كلوسس جريفن. كيف منزلين مود احنا اللي هو كل ما تقتل في الديناصور بتطور او بيعلى. يعني مثلا حاليا البتردون هذا سترونج حبايب، قاتل فيه قديش؟ انا قاتل فيه 947 واحد، هيك صار سترونج. بعد السترونج لما اقتل 2000 ديناصور على ما اعتقد بصير تايرنت، بصير اقوى، بتدبل هيلو ودمجه، بتدبل هيلو ودمجه حبايب. هذا حاليا تايرنت حبايب، قاتل فيه 2030 ديناصور. تخيلوا كمية التعب اللي تعبتها فيه من شان يصير هيك. وربي تعب ألف، وربي تعب ألف. هذا كان موضوع الفيلو صراحة، أو قتل الديناصورات فيه سهل. ليش؟ هذا حبايب بضرب ضربة زي ما تقولوا كل اللي حوالينه بيموتوا. يعني مثلا هيك لو قلنا هيك حبايب، ثواني ثواني قول هيك انت. لو قلنا يا حبايب مثلا نشوف مجموعة الديناصورات مثلا هدول، تقول هيك في نصهم، شايفين كيف؟ بقتلهم كلهم مباشرة جدا قوي. دمجه حاليا صار 14 مليون، 14 مليون. 9 مليون هدول عشان تيم بوستد، لكن 14 مليون يا حبايب، يعني بنحكي عن دمج اسطوري لجريفن. 14 مليون هلا والله بالغالي. اوكي نرجع لموضوعنا حاليا، موضوع التايرنت حاليا لازم نشتغل عليه صراحة، لأنه أسطوري. إنه تطور الجريفين لتايرنت أسطوري، وغير هيك غير البراجونات الأشياء هاي راح يتطور بشكل جدا مهول. نرجع محله حاليا يا حبايب، بدنا نسوي شغلة ألا وهي إيش؟ بدنا نطور الغالي البتردون. طورناه إحنا لإيش؟ سترونج أوميجا بوليت 2، تمام؟ جبت البرجونات، وهذا كمان بدنا نطوره لأوميجا وما بعد الأوميجا إن شاء الله. أوكي البترن حبايب خلينا نروح عليه ونبلش نطور فيه. خلينا نروح على البترن، ما بعرف لقلقت، وخلينا نبلش نطور فيه حبايب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، راح يكون أسطوري ألف ألف. أوكي والله نفسي أجرب دمجه، نسيت لأني 17 مليون دمه. كان دمجه قديش؟ اضرب 700 ألف، 700 ألف. انت عليك كمان، بدي نشوف تأكد بس. هو سريع ألف، هو سريع ألف. نجرب 700 ألف حبايب. خلينا نطور فيه حاليا. بسم الله بلعه، ابلع يا غالي قديش بتقدر ابلع. اوكي حبايب بلعناه، كل البرجونات اللي معانا، كل اللي معانا بلعناه يا حبايب، ما ضل اشي. اعطيه الهيلينج العالي هاي شوي مشان يهيل على السريع. اوكي كم صار دمه؟ 69 مليون اسطوري. اوكي صار اوميجا يونيك 2، بس توقعته يطلع اكتر من هيك، ولا لسه ملقلق، ولا شو القصة؟ اوميجا والله هو هيك والله. لا اوميجا بوليت، اوميجا بوليت. هو ايش هذا؟ ايش التو هون يا حبايب؟ بعديها اوميجا بولت اكس اكس اي اكس. اوف ما بعرف صراحة، بس لكن شكله اشي اسطوري. المهم خلينا نجرب دمجه نشوف وضعه حبايب. حاليا حاليا راح يكون دمجه اسطوري خرافي، مش اسطوري خرافي. 2 مليون 949 هلا والله بالدمج. والله خوفني هذا. اوكي يضل خايف كتير. اوكي خلص تمام، خلينا نجرب الضربة هاي بس، ضربة الاكس. اوه هذا بيمتص دمج ميتال، 2 مليون و 400 على الميتال. اوكي على العادي هذا مثلا 2 مليون و 400 ميتال، سواء كان ميتال او غيره. 2 مليون و 400 هلا والله بالدمج. اوكي والله اسطوري يا حبايبي، وربي اسطوري. اوكي طورنا الغالي هذا، طبعا في له صدر يونيك لكن ما عندي حاليا. لعل وعسى اليوم نواجه البوس تبعه ونحصل منه الصدر اليونيك، بدل الصدر العادي هذا يكون صدر يونيك يا حبايب.
والله بدنا واحد ضروري، وعندنا هذا الغالي المانتس. مانتس معلم، اوكي هاي المانتس حب. هذا اللي هو قدرت احصله حاليا 18 باراجون. اوكي نحاول اول اشي ل الفا اوكي خلينا نحضر موضوع التطوير تبعه عشان نحوله للالفا. ثواني ولا هيك معلم، اطلي واحد الفا، ايوه ثاني برايم، الثالث التيميت، الرابع الرابع اوميجا، ايوه هيك تمام هيك 100%. حاليا بدنا نطور الغالي هذا الاسطوري لاوميجا، وبعديها بنطور البرجونات فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هيا بنا هيا بنا يا اخوان. بسم الله، ابلع 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 يا دي. صار دمه من 900 ألف صار 9 مليون. اوكي ايه اعطيه هيل ولا بدناش اعطيه هيل، اعطيه برجونات لسه كل بر... اوكي عثمانتس باراجون، اوكي هيك تعطي اياهم كلهم، عطلي اياهم كلهم عبيهم فيه بعديها بنجربه. اوكي راح يطلع اسطوري 1000، راح يطلع اسطوري 1000 حبايب. بداية دمه 74 مليون. هلا والله بالغالي مش عارف مين كيف دي كيف دي موت هذا، مش عارف انا صراحة. خلينا نجرب دمجه حاليا، انا صراحة مش عارف كيف بده يموت هذا. 74 مليون وغير هيك باراجون وبمتص دمج باراجون وميتال كمان. اوكي ما في ديناصورات، ما في ديناصورات يا خيي، وين؟ اوكي هي امي. بسم الله الرحمن الرحيم، التيميت ووتر ستور، ابلع 3 مليون و600 وشوي. اوكي في شباب حكوا لي انه احط عليه اللي هو هاي على ما اعتقد، يعني اتاكد على ما اعتقد قالوا لي احط عليه هاي بصير اقوى. اوكي هاي كويسه، خلينا نجرب حاليا. 4 مليون بدون هديش، بدون هديش حبايب. سوال نشوف بدونها 3 مليون 600. اوكي لو بنطورها اكتر بقوى اكتر يعني. هلا والله ثواني معي كلب قوية، هذه قوي. اوكي هذه 155، هنجرب هاي مثلا. اوكي ما بتركب بس هاي بتركب. طيب هاي بتركب شو هاي؟ طيب ثواني نشوف شو هاي بتركب. اوه ايش هاي؟ مش فاهم، ركبت في ايدي ولا ركبت في ايده؟ 74 مليون 3 مليون، لا يا زلمه مش طبيعي الوضع كان. 3 مليون 700 اوكي اول كيف 74 مليون كانت؟ ما فهمت كيف دمج 74 مليون؟ اقوى على الميتال اهو. استنى شوي استنى متاكد من الشغله، بس اذا هاي الشغله اللي ببالي صحيح. نكتب دي مثلا، نكتب وود مثلا، وود ايش جنبنا وود؟ ثواني نفكر بس فيها يا حبايب. بدي اجربه على الريسورس، هذا هو دمجه اعلى على الريسورس. ليش دمج 74 مليون؟ اوكي هذا وود صح؟ لا هذا بتسولوس اكسكلوسيف، هذا سنه منه. بدي اجرب ليش هذا السمس سول هذا. اوكي 47 مليون على الريسورس، شايفين دمجه اعلى على الريسورس لانه هاي بينها يونيك هاي. اوكي هاي بحكي لك دمج تو بيكون بوسز 500%، هاي قوية معاي، هاي الاداء يونيك برضو عشان هيك. ايوه اوكي على الريسورس جدا قوي، انا على الريسورس جدا جدا قوي. اوكي مدام هيك مدام هيك يا حبايب 74 مليون شو هذا؟ ريسورس يا حبايب، شايفين؟ على الريسورس جدا قوي. لا اوكي والله اشياء بتتعلمها ما انا عارف من وين تجي. اوكي اذا بدنا نتحدى بوست ريسورس احسن اشي الاداه هاي. معقول في ادوات تانية للريج وللكوزميك للاشياء هاي؟ والله ما بعرف، بالله عليكم حبايب خبروني اذا في اداه تانية للديناصورات، انه مثلا كوزميك بوست الكوزميك مثلا نواجهه فيها يكون اقوى او شيء هيك. اطلع معلم، ينفع تطلع؟ ايش لك؟ اوكي ما بنفع، انا اعمل لك البورد
البيت معلم. اوكي على الريسورس جدا قوي، جدا 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 كمان شوي كتير قوي. اوكي هذه ميزة فيه ما بعرف صراحة، ولا ميزة في الأداة هاي مش عارف. لازم نقيم الأداة ونجرب بعدين بنشوف الموضوع هذا. اوكي ايش بدنا نسوي اليوم حبايب؟ طورنا هذا، طورنا المانتس للتايرنت حاليا. وايش تايرنت وايش حبايب؟ واكس في، اكس في اوميجا ادوارد اكس في، وغير هيك التايرنت حبايب. الله عليك الله عليك، انت سترونج لسه. اوكي لازم نحوله للتايرنت برضو. اوكي ايش بدنا نسوي اليوم حبايب؟ شو بدنا نعمل؟ اول اشي في شغلة مرسبنة جدا حلوة وبدنا نروضها. جيجا يا حبايب، جيجا مرسبن اوميجا ستار فاير جيجا ليفل 600 ماكس. هذا الاشي اكيد راح نروح نروضه. بدنا ناخذ الكلوسس ونروح عليه حبايب. مين هذا اللي قاعد هون؟ رامبيج. ممكن سكر الباب بالله وخلينا نروح على الجيجا. معانا اسهم، معانا اسهم، معانا كل شيء، ان شاء الله تمام الوضع. اوميجا ستار فاير من فئة الكوزميك، اي نعم انه كنت حابب كوميت او اشي زي هيك، لكن هذا كويس، هذا يا حبايبي كويس. خلينا نجربه. قديش اول شيء التوربر تبعه؟ 102 مليون، 102 مليون حبايب. لا والله كتير وربي كتير كتير خيي. اوكي 300 ألف ونزلوا على السريع. في ارو، شو معي ارو انا؟ اوكي ثواني نشوف. التيميت اوميجا وين؟ انا مش معيش اوميجا. اوكي ما معي اسهم اوميجا. ثواني نرجع البيت حبايب، نرجع البيت نرجع له نسوي اسهم، شوف اذا بقدر اسوي اسهم بوس او لا. اوكي حبايب عمالي بطلع، عمالي بطلع حبايب على الاسنس. هذا مسكر عندي مع انه هذا بقدر اسوي فيه ارو جود لايك، يعني ارو اللي هو هذا، هذا حبايب جود لايك جدا قوي، لكن المشكله انه مسكر عندي. شين ايش لازم نواجه بوس اللي هو، لازم نواجه بوس اللي هو بوسات حبايب عن طريق البيضه هذول. بوس البيضه، بوس البيضه والله ما عارف كيف زواجه صراحه، والله ما انا عارف. فراح نقضيها اوميجا يا حبايب، ما في مجال، نسوي اوميجا وارجع لكم. اوكي حبايب حضرنا الاسهم، حضرنا كل شيء، وخلونا نرجع. طولنا شوي والله يا حبايب، واحنا بنحضرهم لانه الموضوع شوي طويل. ما كنت مسوي اللي هو اللي هو المادة تبعتهم هاي، الناركوتيك او شيء زي هيك بحكوا له، ما بعرف. اوكي خلينا نرجع للغالي، ان شاء الله انه يكفوا الاسهم معانا بس للغالي هذا، لانه على الاغلب انه راح يكون جدا صعب، والله راح يكون جدا صعب حبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول نعمله فخ، شو رايكم؟ والله ثواني ثواني ارجع اعمله فخ افضل، لانه صراحه هيك صعب. ارجع اعمل له فخ حبايب وارجع لكم عاود. اوكي حبايب جهزنا كل شيء، خلينا نجي هون بس نعمل له الفخ ونظبط وضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا حاسس هاي صغيره له، لكن اكيد بنمسكه هاي. اوكي والله انا خايف منه صراحه. اوكي ان شاء الله انه يكون كافي الوضع هيك. ليش حطينا احنا؟ هيك تمام، خلص تمام، خليه يملي اياها هاي. ايش ضايل بس عشان اعرف ايش ضايل؟ ثلاثة، حلو ثلاثة بنقدر نسكر عليه بكل بساطة ان شاء الله. طيب الفخ يا معلم ايش هو؟ عملي واحدة اثنتين ثلاثة هاي اربعة، تمام هيك اعتقد انه هيك تمام الوضع. جيجا في مجال تجي معانا شوي؟ ابلع هاي، يلا ابلع هاي. ايه ما بلع؟ ايوه اعمل اجر. مال اهله هذا؟ حاسد يغدر فيي والله. اوكي سريع هو على طفلة، سريع صح؟ يا زلمة الحقني يا رجل. ايوه الحقني الحقني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. اوكي 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 غلط مني.
اتطلعت ووقفت يا حبايب، اتطلعت ووقفت. اوكي، نعم نرجع له، نعاود نرجع له، ما نعاود نرجع له. اوكي، بينفع ارجع في التليبورت لاست ريموت لوكيشن مثلا؟ ينفع؟ بالله عليك اذا بينفع بكون اسطوري الوضع. الله عليك ما بينفع. اوكي تمام، خلينا نرجع له في الجريفن ونرجع لكم يا حبايب. اوكي يا حبايبي، وصلنا للغالي، وصلنا للغالي. طب ينفع اسحبه في الجريفن يعني؟ اقول له تعال هون هون معلم، هون 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 هون. الو، تعال تعال، الحق الحق. اوه دمجه عالي جدا، 1,300,000 دمجه. مسك انت بس اف طبعا، اوعى تقرب عليها. بسم الله، صفر. اوكي دوم دوم يا زلمه دخيل الله. اوكي، نعاود نرجع يا حبايب كمان مرة. الليفن انا عملت له، عملت شو اسمه؟ التليبورتر ولا لا؟ ان شاء الله اكون عملت له. اوه ما عملت له، تعال انت ونروح فيك. يلا بينا، بسم الله نوصل له يا حبايب ونرجع لكم. يا الهي شو بطيء، يا الهي شو بطيء، اقسم بالله بطيء جدا، بطيء يا رجل، بتعب قلبك وانت رايح. انا مش عارف صح رايح ولا لا من كتر ما مشى. اوكي حبايب، الحمد لله رب العالمين، ببشركم انه احنا وصلنا. تعال يا غالي بلا قرف، عاد زهقتني اقسم بالله. اي نعم انك جبتني على هون لكن بطيء يا اخي. اوعى اوعى تقرب علي، اوعى كله اللي تقرب علي ابلع. ان شاء الله انه نقدر. 102 مليون، والله كتير، والله كتير يا خيي. 4 مليون. اوكي 6 مليون، ان شاء الله بنقدر له يا حبايب، ان شاء الله بسيط. شايفين بنزل التورب عنده على السريع 4.8، اكيد بنزل هلا 8.3. ان شاء الله الاسهم يكفوا، والله ما بكفوا حبايب. اوه والله شكلهم ما يكفوا، والله شكلنا. 102 مليون كتير، والله والله كتير يا حبايب، كتير جدا كمان. يعني شو تسوي له بالضبط هذا؟ اوه والله لازم اسهم قوية، لازم نذبح بص البيضة. وعلى ما اتوقع انه بنقدر له، ان شاء الله بنقدر له في المانتس. اوكي خلص الاسهم، نروح نجيب اسهم ونرجع حبايب. والله يا حبايب يمكن كلفنا 200 سهم وزيادة كمان، والله شو هذا يا خيي، اقسم بالله تعب قلبي. رب الكعبة انه كان صعب تربيضه هيك على فكرة، لازم في الاسهم ال مش عارف كيف هذا بالضبط تربيضه. فعليا طول طول جدا يا حبايبي، طول. اوكي خلص الاسهم معاي، لا اله الا الله. مشكلة الاسهم بطولوا لما انعملوا. اوكي شوف شو معانا عرو، شوف شو معانا، معانا التيميت يا حبايب، خلينا نستعمل الالتيميت شوف شو الوضع. بسم الله، اوكي بسم الله، قرب ينام. هانت هانت يا حبايب، هانت هانت اللحظة المنتظرة إن شاء الله. أوكي ما بدنا نأذيه، أهلا وسهلا. أوكي إيش بده؟ كوزمي أوميجا كوزمي كبل، خلينا أجيبه وأرجع لكم حبايبي. أوكي حبايبي رجعنا له، خلينا نطعم الغالي هذا. بدك تيمينج بوشن ولا بدكش؟ بدك كمان؟ خود حبيبي خود، كل يا أخي كل، يا ريت صحة كل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجيجا، يا مرحبا بابا. والله هذا جيجا جيجا حبايب، هذا جيجا جيجا، مش زي هدلاك، هدلاك كانوا نص جيجا، هذا جيجا حبايب عن جد جيجا. هذا خلينا نقول هيك نرجع على البيت. اوه لا لا لا، ليش ارجع البيت؟ خلينا نقيم هدول حبايب وارجع لكم. ايوه حبايب هدول بلزمونا لقدام، مع انه عندي موارد بالهبل لكن هذا ما بنقامش باك اب بالله. جميل جدا انت يا اخي. اوكي نرجع البيت ونرجع لكم حبايب. اوكي حبايب سوينا له سدل الغالي هذا، لا مش هذا مش هذا، هذا غالي برضه، هذا غالي الجريفن.
ايه الغالي هذا؟ سوينا مسدل اسطوري طبعا، ماكسو هو يعطيه اكس بي بوشن. امسك معلم، حاليا لازم يكون اشي اسطوري. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نروح نجرب الغالي هذا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، على ما اتوقع انه راح يكون اسطوري، على ما اتوقع. الباب ارجع لي شوي، اي نعم انه بطيء شوي، لكن الدور على القوة، الدور على القوة. بسم الله، ابلع 1,469,000 بدون اي ليفل، بدون اي اشي يا حبايبي. مليون وشوي، تمام. 60 للهيل، 60 اوكي حبايب، 60 بس 60 في الهيل، 9 مليون. والله نزيد شوية صغيرة في الهيل بعيننا الله، يعني نعم اوكي. والباقي كله يا حبايب دمج. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله نطلع اشي اسطوري. في عندنا معنا هاي اوكي طيها، واعطيه واحدة اضعف شوية صغيرة، هاي بتكلف المشكلة. يعطيك 200 مليون وخلاص. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب دمجه. حاليا 1,865,000. كم نقطة في الدمج عطانا؟ 54 نقطة، وفي الهيل 34 نقطة. دمه 1,000,000. هلا والله، هلا والله. اوكي دمجه قديش عندنا؟ هذا دم، هذا كل هذا ريسورس، هذا ريسورس يا حبايب. هذا 1,800,000. طيب الاكس 625,000 سبام، 625,000 سبام. اوكي يعني البيسك باعتبار، بص البيسك باعتبار ولا اشي بيقعد معاه، ولا اشي بيقعد معاه يا حبايب، ولا اشي بيقعد معاه. هذا تخيل ندوره للسترونج وللتايرنت بيطلع اسطوري مليون. بس هذا يا حبايب مش مطور يعتبر. 1,800,000 والله يا حبايب انه اسطوري، والله انه اسطوري. اوكي اول جيجا صراحة بنشد في الظهر، اول جيجا بنشد في الظهر. طبعا راح نطوره يا حبايب، راح نخليه هيك، راح نطوره ان شاء الله. لكن اصبرونا شوية صغير عليه، نحصل البرجوناتو ومنطوره. انا عندي برجونات له، عندي كمية، لكن مش هالكمية الكبيرة. وغير هيك يا حبايب مش امبرينتينج، هذا ما هو امبرنتنج. لو انه امبرنتنج بيكون اقوى من هيك كتير. لسه نقدر نعمل له امبرنتنج عن طريق هاي، والله لازم نسوي الآلة اللي بتعمل امبرنتنج هاي. تان اوف اوكي، الآلة اللي بتسوي امبرنتنج لازم نسويها والله يا حبايب. وين هالغالية هذيك؟ اظن اسمها، خلينا شو اشوفها. على ما اعتقد هاي يا حبايب هي اللي بتسوي الامبرنتنج والاشياء هاي، ولا لا؟ بلاك بيرل بدنا 49، بلاك بيرل. لا يا رجل ما عندناش بلاك بيرل احنا. اوكي خلينا نجيب بلاك بيرل حبايب ونرجع لكم. اوكي حبايب جبنا بلاك بيرل حاليا، خلينا نجرب نسويها، نعمل امبرنتنج للغاليين. خلينا ننزل، انا ما اعتقد هي هاي صح ولا مش هاي؟ هذه اس بلس نفسها اصلا. اوكي هذه هي، لا مش هاي يا حبايب، مش هاي. ها بدي هاي يا خي، مش هاي اللي بدي اياها. اوكي مش هاي، اوكي نعاود نطلع. اوه طب شو هي اللي كنا نسوي فيها يا حبايب هذيك؟ انا نسيانها والله. هي بتشبه هاي على ما اعتقد، تشبه هاي. هذا نشيلها، خلينا اشوف شو موضوعها بالضبط، شو اسمها، وارجع لكم حبايب. اوكي حبايب اعتقد انها هاي ميوتيتر. ايوه هاي يا حبايب، ايوه هاي هاي هاي، اكيد اكيد هاي اكيد. اوكي انا صراحه تهت شوي لانه زمان ما سويتها، زمان يا اخوان ما سويتها. انا ما اعتمد على البوشن، فزمان ما سويتها صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهيا بنا. اوكي ايوه هذه، ايوه هذه كبيره يا زلمه. ايوه شيل لي اياها هاي، شيل لي اياها هاي، حط لي اياها كمنظر عندي في البيت، خليها كمنظر عندي في البيت حبايب. هوني شكل لا اكثر ولا اقل. اعطوني هاي الغالي، ايوه بدها اليمنت، اليمنت اعطيها 500,000، 1,000 اعطيها 1,000، يلا بول دن. اوكي ايوه ايوه هذه امبرنتنج ستات، ذا امبرنتنج اوف نيربي.
اوكي تمام. حاليا خلينا مرة، هذا ما مع امبرنتنج، خلينا نقربه. جيجا هذا عرض لي اياه، خلينا نعمل له امبرنتنج يا غالي. بسم الله، اهلا اهلا، بسم الله. ايوه اوكي، يعمل امبرنتنج. شو هذا؟ مرب هذا ليش دمه؟ 11000، 11000 يا زلمة، 11000. بسم الله الرحمن الرحيم. خرب، كيف خرب هيك؟ ايوه رجع 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 حبايب رجع، اقسم بالله خوفني. صار 74 مليون، ما معاه امبرنتنج. انت 327000، خرب برضو. لا اله الا الله، ما بتزبط، ما بتزبط امبرنتنج ولا كيف؟ ليش دمك؟ 101 مليون ما اخذ امبرنتنج، شايفين؟ تنشال الامبرنتنج حبايب، ممنوع يعني؟ لازم تتزاوج؟ لازم تتزاوج. اوكي ما بتزبط حبايب، هاي هاي ما بتزبط للامبرنتنج الا تتزاوج، ما في منها فايدة. الامبرنتنج ما بزبط عليهم، ما بعرف ليش صراحة، فكرتهم خربوا. كان رجع الغالي هذا، ما بتزبط عليهم حبايب، موضوع الامبرنتنج ما بزبط عليهم الا عن طريق طريقة تزاوج او شيء زي هيك الاغلب، والناني والاشياء هاي. هذا راح نجيب له ان شاء الله اوميجا ستار فاير. اوكي هذا ايش؟ نايس، على الفاضي مش زيه. اوكي لو في موجود زيه كان صراحة كان زوجته، لكن حاليا ما في. ان شاء الله بنلاقي لقدام وبنزوجه حبايب. ما علينا، خلينا نصفه هوني. موضوع الامبرنتنج حبايب ما بزبط معاهم. مين نزل البيض؟ اوكي مسك منه. حاليا حبايب، حاليا يا حبايب بدنا نسوي شغلة، الا وهي ايش؟ في ديناصور نصحوني فيه الشباب، خلينا نروح نربط. اوكي حبايب، في شباب، في حامد نصحني في ديناصور وقال لي ربطه. حاليا موجود اوميجا منه، خلينا نروح عليه، نوصل عنده ونرجع لكم حبايب، ونرجع لكم يا غوالي. اوكي حبايب، اللي هو هاد الديناصور فيلانوسورس، ايوه فيلانوسورس يا حبايب، هذا هو يا اخوان اللي نصحوني فيه. 4 مليون معي اسهم التيميت، انا معي اوميجا حاليا، لكن على ما اعتقد انه قال لي كتير قوي، قال لي عنه جدا قوي. رو بس رو رو، اوكي والله مبين قوي، ما بعرف قديش بدمجني لكن مبين قوي. اوكي نام، يلا يا غالي مع السلامة. اوكي جدا موضوع بسيط وجدا سهل. كريفن قديش دمج؟ ولا اشي ولا اشي. هذا بده ايش؟ اوميجا ريش قبل، خلينا نجيب له ونرجع لكم. اوكي حبايب رجعنا للغاية، يا مرحبا بابا بس فا. اوكي امسك، بدك تيم هيلبر، امسك هاي تيم هيلبر، يا ويلكم يا مرحبا بابا. طبعا هذا ما بعرف قوته صراحة، هذا يا حبايب ما بعرف قوته لكن نصحوني فيه. نرجع للبيت نسوي له سدل، نظبطه نهندسه ونجربه، ان شاء الله انه يطلع اسطوري. وخبرني انه ضد البوسات بنصحك فيه جدا، فراح نجربه، راح نجربه على بوس ونجرب كيف قوته وشو وضعه، وهل يستطيع ان يجاري البوسات ام لا. اذا كان ليس رجلا نقتله. نعم تم قليل، لا ايوه 3 مليون، ايوه يا رجل اقسم بالله شفت 16000، حكيت بوس بموت، إذا بوستو هيك بيموت يا خيي. أوكي إيش بده هو؟ اسمه فيلانوسورس. أوكي خلينا نسوي السدل وأرجع لكم. أوكي حبايب جهزنا السدل، السدل الأسطوري طبعا. نعم الأسطوري وإكس بي بوشن، ظبط لي إياه وبسم الله. هيا بنا نجرب. طبعا أنا ما بعرف قوته صراحة، وما في له خصائص زي ما شايف، ما في له خصائص،
بين دمجه عالي مش مبين سهل صراحة. هيلينج اعطيه. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم وخلينا نبلش. هلا انا ما بعرف ليش اوي ضد البوسات صراحة. هلا بنجرب يعني مثلا نقول هيك. وين الرشاش سي اظني؟ اوكي ما اشتغلتش. طب تمام نقرب عليه كمان. اوكي 40,000 هذا 300 300,000 دمجه والله اسطوري. اوكي قوي والله 300,000 جدا اسطوري. اوه والله يا حبايبي اسطوري. اوكي هو بطيء صراحة بطيء، لكن بدنا نروح نجربه على البوسات. ليش خبرني انه قوي ضد البوسات صراحة مش عارف، لكن بدنا نروح نجربه ونشوف كيف. على ما اعتقد بيسوي شغلة هو، الا هو ايش الديناصور اللي بيعمل لك مس او اشي زي هيك ببطل يعمل. لكن حامد صراحة خبير في موضوع اللعبة، ف ما حكى لي عنه من فراغ يعني، ما حكى لي عنه من فراغ الا يكون في له هدف معين، اشي قوة معينة ان شاء الله راح نعرفها مع الوقت. مع الوقت حبايب راح نعرفها. بيسك سمن بوس نزل لي اياه نشوف ضد البوس اللي هو هذا. هو وين هو هذا؟ اوكي بسم الله وهيا بينا ضد البوس يا اخو سي. اوكي ولا قول يا اخوان شايفين؟ اوف جدا قوي جدا 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 قوي والله. اوكي جدا يا اخوان. اوكي ضربة العادية 224 سي. يا الهي الدمج يا الهي. بلع 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 فيه يا رجل. اوكي والله اسطوري وربي اسطوري وربي اسطوري. ابعد من هون وربي يا اخوان اسطوري. اعطيني اياها اف. اوكي ايوه اعطيني هاي. هلا والله بالدمج الاسطوري والله يا خيي اسطوري اسطوري مليون كمان. هذا مش مطور يا حبايب. هذا لما يتطور شو بيعمل؟ ما بعرف شو بيعمل بالضبط. اوكي روضنا الديناصورات اللي كنا بدنا نروضهم الا اليوم تمام. لكن في شغله بدنا نسويها اليوم برضو، بدنا نحاول نواجه بوس. بدنا باراجونات منشان نواجه بوس البتردون. بدنا باراجونات يا اخوان بدنا باراجونات. ما عندنا خلص الباراجونات. اوكي حبايب اي نعم المقطع يمكن قصير شوي، لكن صراحة في اشياء لازم اسويها قبل ما تهور صراحة. يعني الجيجا عندي له برجونات بقدر اعطيه اياهم واطوره، لكن حاب ازاوجه واعمل منه طفرات بعديها اعطي اللي معاه طفرات هو البرجونات واطوره تمام. هيك افضل انا بقول. الموضوع ان شاء الله المقطع الجاي، ان شاء الله المقطع الجاي حبايب راح نطور الغالي هذا ونجيب السدل تبعه. السدل تبعه يا حبايبي راح نجيبه، راح نواجه البوس تبعه ونجيب السدل تبعه ان شاء الله. والغالي هذا برضه راح نواجه البوس تبعه ونجيب السدل تبعه ان شاء الله. المقطع الجاي ان شاء الله راح نواجههم من بداية المقطع، راح نبلش نعرف من بداية المقطع بوسين على السريع ينزلوا ننهيهم. هذا ان شاء الله راح ادور له على اوميجا، مش اوميجا ستار فاير، يمكن جيجا عادي يكون بس انه من فئة الكوزميك منشان نزاوجه ونطلع جيجا اوميجا ميل. ان شاء الله بنقدر ان شاء الله بنقدر. اوكي حبايب ولهوني بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم. تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم. بتمنى ما تقصروا معاي بالنسبة للايكات حبايب، جدا جدا المقاطع جدا قليلة والمشاهدات جدا نازلة والوضع جدا سيء. فيا ريت تدعموا القناة ترفعوها شوية صغيرة. لايكك جدا مهم في القناة صراحة. أتمنى إنك تنزل هلأ تضغط لايك ما تقصر معاي. ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله. وكان معكم أبو كنان.